بورفي، هي شو جابها لهون؟ حتى بعد كل هالفضيحة الكبيرة تبع هداك الفيديو العين ترجع على المكتب؟ لا، ومبينة مبسوطة كتير. أكيد في شي مو طبيعي وخطير عم يصير من ورا ظهري. لو سمحتوا انتبهوا. ايه، عدوا تفضلوا. كملت بعد قصة هداك الفيديو. بورفي ما كانت بتتمنى حتى تشوف وش الأستاذ أرجون. شو عم يصير؟ هلا رح أعلن إعلان مهم كتير. هي الشركة رح يصير فيها مدير جديد، وأنا رح سلم كل مسؤولياتي وقراراتي لهذا المدير الجاي. واسم مديركم الجديد الآن سيبورفي. ألف مبروك. شكرا. من اليوم كلكم هون ترجعوا لبورفي، واضح؟ شو هادي اللي عم يصير هون؟ شكلها هي اللعبة انقلبت علي أنا، وهديك الفضيحة قربتهم من بعض أكتر. ألف مبروك أنسة بورفي. شكرا كتير إلك. رح يكون حلو إنه أشتغل معك. رجاء البنات ما بيساووا. الماما بتقول إنه لازم قبل ما تساوي أي شغل منيح لازم يرضوا عنك الكبار. أنا أخذت بكلامها، بتمنى تكون رضيان عني. الله يوفقك. أرجو. نعم. وصل بورفي على مكتبه. إيه فورا. مكتب ولإلي؟ النجاح بيجيب شوية شغلات مثل هيك، ولهالسبب أنت بتستاهلي. يلا روحي. يلا. ما عم بفهم ليش الأستاذ أرجون حط بورفي بمكان المدير بهالسرعة. أنا تمنيت إنه أقعد على هذا الكرسي من زمان، بس هي بورفي قطعت علي الطريق. حسي بالقوة بورفي، حسي بالعالم إنه كله عندك. شو إحساسك بعد ما صرتي المدير؟ أنا بس متوترة. ليش؟ يعني مثل هيك مسؤولية كبيرة وهالمنصب صعب، أنا كيف بدي؟ متوترة؟ إيه هيك تمام. على كل، أنت من قبل ساويتي كل الشغل اللي أنا بساويه، بس كنت أنا المدير، بس ما كان إليك قرار فيه. هلأ إليك، لأنه بتستاهلي. بس ليش أنت عم تحكي هيك؟ أنت بس قليلي إذا عندك مشكلة، وأنا هون لحتى حلها وبس. أنا موجود على طول. إيه؟ تفضلي. استاذ فيني ادخل؟ اكيد. بصراحه استاذ انا اجيت بارك لبورفي على هذا المركز الجديد. تفضلي خدي راحتك. الف مبروك. شكرا لك. ليش ما خبرتيني؟ صراحه انا ما كنت بعرف، كانت مفاجاه لي. انا كثير مبسوطه لك ومبروك. أوفي وين رحتي أنتي؟ ضروري أحكي معك. كل ما أتصل فيكي بيطلع موبايلك مسكر. وين مختفية؟ أها تيجو جاي بكير اليوم. ومين بتكون رفيقتك؟ ليش ما قلت لك قبل؟ لا. هي بتكون اختي اوفي.
أيوة لكان لكان أنت أوفي، هاي البنت اللي كنتي تحكي لنا عنها كتير. أنا فكرت إنه لازم جيبها لحتى تشوفكن. بس لحظة لحظة، أنتوا التنتين استنوا لا تفوتوا. إيه يلا لحظة وجاية. تيجو أنا هيك رح أتأخر، أنت بتعرفي إنه لازم جهز حالي للخطبة. أوفي رؤي لسه ما عزمتيها لستي على الخطبة. تيجو أنا ما بعرفها للمرة، كيف بدك يعني أعزمها مع أم؟ أنت رح تعرفيها بكل الأحوال، ما هيك رح أعزمها، بس الأحسن أنت تعزميها. ماشي، بس يا ترى شو عم تساوي؟ ليش أنا ما قلت لك إنه الناس اللي عايشين هون قلوبهم كبيرة؟ هي عم تجهز شي لترحب فيكي. كمان بدي اعملي لي تعرفي أوفي، وقت حدا بيجي على البيت بعد فترة غياب كتير طويلة عنا، نحنا منرحب فيه ومنساوي هيك شغلات. بعدين بما انه تيجي بتخصنا فانتي كمان واحدة منا. تفضلي فوتي، يلا تفضلي ارتاحي. اهلا وسهلا. هو لا ستي، انا كمان حابه احكي كتير شغلات معك ومبسوطه بالقعده هون، بس يعني مستعجله بدي روح. بس ما بيصير، يا دوبك هلا وصلتي رح تروحي فورا؟ بصراحه هي تيجو فظيعه وبتضل تحكي عنك شغلات حلوه. لهيك انا كنت متشوقه لحتى اشوفك. بتقلي انه بتحس حالها عايشه ببيتها وبتاخذ راحتها عندكم، بس هلا انا لازم روح لانه عندي شغل مهم كتير. ستي بصراحه انا كان بدي اعزمك على الحفله. أوفي رح تنخطب بكرة كمان، بس بتعرفي مازن عزمني، مازن عزمني كموظفة بالشركة. أي حفلة؟ هي مفاجأة، بس اللي بدي أقوله إنه هذا أكتر يوم مهم بحياتي كلها. إيه أكيد رح أجي، ورح أدعي لك من كل قلبي إنه سعادة تدخل حياتك اليوم وتضلي مبسوطة. شكراً ستي. طيب بقدر روح هلأ؟ لحظة، هلا بما انك جيتي على هذا البيت صار بيتك، امتى ما بتحبي بتقدري تجي. ايه كلك ذوق. طيب انا رح وصلها واجي. ايه يلا ستي بشوفك. يلا مين هاي؟ مازن عم بيتصل. ايه قلي ابني انت منيح؟ ايه انا منيح، وانت كيفك؟ مو كتير منيحة يا ابني. شوف أنا خططت لجاي على الهند وكل شي، وبسبب أبوك التغى كل شي كنت مخططت له. قلي أنت شفت بنتك أوفي؟ قلي كيف لقيت المفاجأة؟ انبسطت أمي، بس بصراحة أنا بدي أعتذر منك كتير. تعتذر؟ ليش ابني؟ أمي اليوم نحنا رح نعمل خطبة أوفي وأرجون المساء. شو؟ خطبة أرجون وأوفي يا مازن؟ وستة بعيدة عنهم وموجودة جنبها؟ إيه أمي بصراحة أنا والأستاذ دي كيف فكرنا إنه طول ما الولدين موجودين بالهند نحن رح نساوي خطبتهم ببلدنا أحسن. أنا مزعوجة كتير منك مازن، كيف بيطلع من قلبك تساوي خطبة حفيدتي وأنا ماني موجودة هنيك؟ أمي بترجاكي لا تتضايقي مني. شوفي أمي خلص، إذا رح تنزعجي أنا رح ساوي مثل ما بدك، خلص مو مشكلة، أنا رح ألغي كل شي قررناه. لا لا ابني اصحك، لا 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 تأجل أي شي أبدا، أكيد بتكونوا مجهزين لكل شي. ورح تزعل أوفي كتير منك يا ابني، ووش الحلو رح يدبل إذا صار هيك شي. أنا عندي سعادة حفيدتي أوفي أهم من زعلي ألف مرة، وأهم من أي شي بالدنيا، فهمتني؟ لهيك خلص ساوي الخطبة اليوم. إيه؟ طيب هنن قريبين عليك؟ أنا كنت بدي حاكيهم وبارك لهم بالخطبة على التليفون. لا 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 أمي، أمي لا تحكي معهم، لأنه بصراحة أنت بتعرفي أوفي ساوت هيك لحتى تفاجئ أرجون فيها، هي عم تساوي له مفاجأة، وإذا أنت بتتصلي فيها كل سر رح ينكشف. لهيك أمي أكيد بس ينتهي كل شيء رح خليهم اتنيناتهم يحكوا معك. طيب معناتها بتوصل محبتي وسلامي لألهم اتنيناتهم.
يلا رح سكر، وأنا رح روح وخبر هاي الأخبار الحلوة لأبوك فورا، هو أكيد ماشي. وقتها رح يرقص من الفرحة صح؟ سلام. بشوفك. أمي انبسطت كتير، ارتاح قلبي من بعد ما حكيت معها. كتير منيح إنك خبرتها مازن، مو حلوة منك ما تخبرها، يعني ما نزابطة بنوب، وكانت رح تزعل زعلة مرتبة. أنت أكتر حدا بتعرفها، وقت تبلش تحكي ما بقى تسمع حدا ولا حتى أنت. بكل الأحوال أنا ما دخلني، هاي القصة أنت مسؤول عنها، وهاي المرة إذا بدك تغلط. آسفة مازن، يمكن حكيت شوي زيادة. لا مو قصدي. مو مشكلة، أنا طالع ورح أستناك برا. تفضلي شوفي هاي مدام، هاي رح تعجبك كتير. ورجيني شي تاني. ايه تفضلي شوفي هاي. شوفي هاي كمان مدام. بس دقيقة مازن، مازن ليك، أنا عجبني هذا وهداك كمان عجبني وهداك كمان حلو كتير، لازم اختار واحد. بس أنا هلأ محتارة ومو عارفانة شو بدي نقي. بس يا جانا، أنا قلتلك من قبل وهلأ عم قلك كمان، هذا الشي مو ضروري. مازن أنا كمان قلتلك شغلة، أنا لازم اشتري لأوفي الهدية اللي رح تحبها كتير، وأنا بعرفها بتحب الألماس. أنت لو سمحت قلي شو عجبك من بين هدول، نقي. هذا عجبك؟ ولا هاد؟ ولا هاد أحلى؟ يلا قلي. هاي هاد أحلى؟ مازن تعرف إنه أنا حبيت الطوق هاد أكتر شي؟ اختيارك واختياري مثل بعض. ضب اللي هاد جانا. إذا بدك هلأ أنا رح أدفع حقهم وإنتي بترجعي لي. لا مازن ما في داعي لهالشي أبداً، أنت قدمت لي مساعدة من قبل وهلأ إجا دوري. شكراً إلك، أنا اللي رح أدفع. أخي أنا بدي بيع أساوري، أنت بس وزنهم وشوف قديش حقهم وخصوم سعر الطقم من حقهم لو سمحت. جانا ليش عم تبيع الذهب تبعك؟ مازن أنا هلأ عم بعمل واجبي تجاه بنتي، أنا بس عم بيع هدول الأساور، شو فيها يعني؟ أنا بتمنى أنه أعطي لأوفي كل شي بتحبه بحياتها. أنا كتير مبسوطة مازن، هاي نعمة من الله، اليوم أوفي رح تنخطب وأنا موجودة، يمكن وقت تتزوج أنا ما بعرف إذا رح كون جنبها أو لا. لهيك بترجاك اسمح لي بيع أساوري مازن. جانا هاي جبتها مشانك. شو جايب لي مازن؟ جانا وقت كنتي عم تشتري اكسسوارات لأوفي أنا اشتريت هدول الأساور إلك. بس يا مازن ليش لحتى تعذب حالك؟ خلص لا تحكي هيك جانا، بعتي أساورك كرمال طقم ألماس لحتى تهدي انتي لأوفي، لهيك اشتريت لك هدول الأساور. جانا انتي ما عم تهتمي بحالك أبدا. مازن
يعني شو بصير إذا ضليت بلا أساوي؟ أكيد ما بصير. أنتي بتكوني أم العروس وهي خطبة بنتك. كمان أوفي والباقيين ما بيعرفوا، بس بكفي أنا بعرف. لهيك أنا بدي إياكي اليوم تلبسي تماماً مثل أم للعروس. جانا ليكي مو بس مشان أساورك، أنا عم بعطيكي حقك كمان. شو فيه؟ عجبوكي؟ أي مازن يسلموا، عن جد كتير حلوين، رح ألبسهم. شكراً مازن. ولو عفواً. ليكي جانا، رح يكون في ناس هون من الشغل، لهيك رايح قبلك، وانتي تعي بعدي. مازن، اليوم خطبة بنتنا أوفي، هذا يوم كتير حلو إلها، حتى لو نحنا كل واحد منا اجى على الخطبة وحضر لحاله، بس رح نضل واحد طول العمر وروحنا وقلوبنا واحدة ومرتبطين مع بعض. شوف مازن، رح نكون مع بعض عم نبارك لبنتنا أوفي بالخطبة سوا. خالتي هون؟ تيجي. شو مبسوطة لأنك اجيتي؟ وأنا مبسوطة. ليكي هذا الأستاذ أرجون عزم كل الموظفين تبعه، لهيك أنا اجيت. كتير منيح أنك اجيتي، ارتاحي شوي وأنا بجي لعندك. ماشي ماشي، تفضلي. لأنك اجيتي. طيب قليلي شكلي حلو. لك ستي طالعة بتجنني وبتاخدي العقل. طيب أنا بدي عرفك على ضيوفنا، شو رأيك؟ وهي ستي. أهلا وسهلا. أنا عايشة عندها. ستي طيبة كتير وعلى طول بتهتم فيني، مبسوطة عندها كتير. شو أعمل؟ ليكي تيجو خليكي مع ضيوفك، بشوفك بعدين. طيب ماشي. أمي أنتي كيف إجيتي؟ على أساس أنا من الموظفين، بس أنتي شو؟ لا تخافي حبيبتي، أنا إجيت لأنه أوفي عزمتني منشان إجي وأحضر. أوفي؟ إيه؟ حبيبتي تيجو جابتها لأوفي زيارة لعنا على البيت لحتى تجي تشوفني، وبعدين عزمتني لحتى إجي أحضر وأنا إجيت. أمي يعني أنتي شفتيها لأوفي عن قريب؟ كيف كان شكل عيونها؟ يعني كيف بدي أوصفها؟ هالبنت كتير كتير حلوة، لدرجة وقت شفتهم اتنيناتهم مع بعض حسيت حالي عم شوفك انت. جانو انا مبسوطة كتير من الشي اللي عم بصير معنا هلا، حفيداتي قدامي واجوا زيارة لعندي على بيتي. بصراحة جانو لو ما كانت الظروف جابرتني كنت ضميتن وبكيت. تعي تعي لنشوف اوفي. امي انا كتير متلبكة وما بعرف شو بدي ساوي وقت شوفها. بتعرفي شو؟ صار لي 18 سنة عم بستنى هاي اللحظات، حاسة حالي رح طير من الفرح. اليوم أوفي وتيجو والناس اللي بحبهم حوالي، وقت رح شوف بنتي أوفي شو بدي أقول؟ شو رح أعمل؟ جانو روقي، لا تخافي ولا تتلبكي، بنتك أوفي حلوة وقلبها كتير طيب. ايه
بس أنا ما فيني شوفها غير على أنه أنا موظفة، مو على أساس أني أمها. اسمعيني أمي، بهالمناسبة كل الموظفين تبع الشركة هون، وبورفي رح تيجي لهون. أنا متوترة وخايفة كتير، ما بدنا حدا يعرف عن علاقتنا مع بعض، ووقت بورفي رح تعرف أنه تيجو وأوفي بيكونوا بناتي، أنا ما بعرف شو رح تكون ردة فعلها، لهيك أنا خايفة. جانو بس هي رح تعرف آخر شي، وهالحقيقة ما رح تضل مخباية. وبعدين بورفي بنتنا كمان، ومانا غريبة. مو هيك القصة ماما، هي صاير معها مشاكل كتير، وأنا ما بدي إجي وزيدها عليها أكتر. بس أنا خايفة لما بورفي تعرف حقيقة تيجو وأوفي، وقتها شو بدها تعمل؟ هذا الشي اللي شاغل بالي. أنت لا تخافي أبداً، بورفي بنت واعية كتير ورح تفهم وتقبل الموضوع. بس إذا بتقول بالصدفة لتيجو أنه أنا أمها، ما عم بقدر أتخيل شو بده يصير. ما رح يصير شي من هاد، بعدين أنت ما بتوثقي ببنتك؟ بكفي ستي. تفضلي ستي، من هي ومن هي ومن هي. ليش مكترة كل هالقد؟ ما في داعي، قليلي بالأول، إمتى رح نشوف أوفي؟ ستي هي مفاجأة السهرة، وأوفي رح تجي قدام الكل بالسهرة، هي هي المفاجأة. وأنا آسفة كتير، أنتي ما فيكي تشوفيها، القصة أنه لو الشغلة ما كانت سرية كنت أنا أكيد خليتك تشوفيها بدون ما تطلبي هالشي، لو سمحت. بس قليلي هلأ هي وين بتكون بهالوقت؟ العروس الحلوة هلأ بتكون عم تزبط حالها، بدها 4 ساعات لتخلص. طيب ليكي حبيبتي تيج، مو مشكلة، خليها تجهز حالها على مهلها، هي أكيد خايفة شوي ومتوترة، ونحن رح نشوفها بعدين. أنت شو عم تعملي هون؟ لازم تكوني جنبها هلأ، روحي وساعديها، بجوز أختك بحاجتك هلأ. أيوة معك حق، رح عم بالي عن جد، أنا لازم هلأ أكون معها، أنا الوحيدة اللي بعرف إنها هون. منيح ذكرتيني، رايحة فورا. يلا. مرت عمي، أنا بعرف إنه أنت زعلانة مني كتير، وأنا كمان مختلف معك شوي، بس مع هيك أنا مبسوط لأني شفتك هون بهذا اليوم، وأنت إلك الحق الكامل إنه تحضري حفلة خطبة حفيدتك. تيجو مرحبا. أهلين أهلين، يلا خلينا نمشي. تيجو أنت شو عم تعملي هون؟ أهلاً أرجون، أنت كيفك؟ أنا كتير منيح ومبسوط بشوفتك عن جد، يعني أنت كمان هون ليش؟ إذا أنا ما أجيت مين بده يجي؟ لا ما تفهمني غلط، أبوك هو اللي اتصل فيني وعزمني، لهيك من باب الفضول أنا أجيت لهون كمان. عن إذنك بشوفك. استني تيجو. مرحبا، قصدك أجيتي كل هالمسافة من كندا لهون لحتى تحضري هاي الحفلة؟ إيه أكيد. ماشي، مع أنه أنا ما فهمت أي شيء. طيب أنت بتعرفي شو هي المفاجأة؟ يعني بما أنه بابا اتصل فيكم لتجوا، أنا مستغرب كتير. أنا متأكدة أنه شو ما كان رح يصير رح يكون حلو، يلا بشوفك بعدين. ماشي ماشي. شو هاد؟ ستي وانتي كمان؟ هو انا جبت ستك معي لهون.
مرحبا مرحبا ستي. أهلين ابني، شكرا كتير لأنك رفعت لبورفي بالشغل. ما في داعي ما في داعي ستي، أنا بس سويت اللي كان لازم ساويه، هي بتستاهل، وشغل بورفي ممتاز وكتير منيح، لهيك لازم تتكافأ وتترفع. بكل الأحوال إذا بتسمحي من بعد إذنك يعني فيني أخذها، عنا شوية شغل، بقصد أقول في شوية عملاء هون وحابب إني شوفهم وعرف عليهم هلأ، طبعاً بعد إذنكم. إيه أرجون فيك تأخذها معك. شكراً. تفضلي. ليش عم تضحكي؟ أنت ما شفت كيف كان وشك وأنت عم تحكي مع أمي وستي؟ بتعرف كنت عم قول إذا هيك تلبكت قدام ستي وأمي لكان شو رح يصير فيك قدام أبوك؟ لا تتحديني. وبالمناسبة مبارح كنت رح أقول لبابا، بس أنا فكرت أعمل له إياها مفاجأة أحسن. بتعرفي شو؟ منيح إنه عيلتك كلياتها هون، مو هيك؟ ورح تكون فرصة منيحة لقلهم إني بحبك. بس يعني أنا كنت خايف بس شوي. عن جد؟ إيه منيح لكان، على القليلة بتخاف من حدا بعائلتي. قليلي شو الشيء اللي بيبسط بالموضوع؟ اللي بيبسط إنه منيح بالمستقبل طبعاً. شوفي طالعة بتاخدي العقل. شكراً. عفواً. المهم بالنسبة إلنا يمشي كل شيء تمام، يعني هي. أنا آسف بابا، ممكن شوي؟ عن إذنكم. شوفي ساشي بابا، هالمرة شو جابة لهم؟ احكي بأدب ساشين، هاي بتكون أمك. لا بابا، هي ما بتكون أمي، وما بقدر احكي باحترام مع مرة أنا ما بحترمها، وفوق هالشي هي قاعدة ببيتنا. قلي بابا، أنا ما عم صدق أنت عم تحكي هيك، عم تطلب مني احترمها. أخي ساشي مرحبا، كيفك اليوم؟ أنا عن جد مبسوطة إني شفتك هون. بس أنا مالي مبسوط بشوفتك أبدا. أنت شفتها لأمي؟ هي موجودة هون بالحفلة، وبابا كمان هو موجود بالحفلة. أنت شو بدك تقولي؟ بصراحة بابا وماما مستحيل يبعدوا عن بعض. إذا بتتذكر قلت لي مرة قبل شهرين إنه ماما وبابا رح ينفصلوا بعد فترة، بس الظاهر إنه ظنك ما كان بمحله. تعرفي هذا هو الاختلاف اللي بيناتنا، لو كنتي بمكاني كنتي شفتيهم منفصلين، هن اللي هلا كل واحد منهم بمكان وبعاد عن بعض. فيك تقولي اللي بدك اياه، بس ماما وبابا مستحيل ينفصلوا، حتى لو كنت بدي اعمل اي شيء من شان هالقصة. رح نشوف. شو بدك من المحامي تبعي؟ ولا شيء، بس حكينا شوي. عفوا، بتمنى تسمعوني. لو سمحتوا انتبهوا علي. شو عم تعمل؟ بيشوفونا الناس؟ ايه معلي، بعد فترة هن رح يطلبوا منا هالشي. بعرف انه الطريق طويل، بس انا عن جد بتشكركم كلكم لانكم اجيتوا حتى تنورونا حفلتنا المتواضعة حتى لوقت قصير. وهلأ قبل ما اكشف المفاجأة بتمنى منكم تستنوا علينا شوي. ما بعرف شو هالمفاجأة بصراحة، انا بظن شي صفقة شغل. لو انها صفقة شغل كنت عرفت فيها قبل. شو ما كانت بورفي،
مفاجأتي رح تكون أكبر. لو سمحت أستاذ مازن، تفضل. وهلأ أنا حابب نادي على أحلى بنوتة وأحلى صبية بهالمكان. بابا كمان بيعرف هالبنت؟ أرجون، أرجون أنت تعرف هالبنت الحلوة؟ إيه بعرفها. هذا اليوم يوم حلو كتير، طبعا بالنسبة لبنتي الغالية أوفي، وحلو لألي كمان. بيقولوا الناس إنه بعض اللحظات بتسبب لك سعادة كتير كبيرة وصعب إنه تعيدها مرة تانية. اللحظة اليوم يا جماعة لحظة مميزة. أوفي؟ هاي بتكون أوفي؟ يعني بنتها لأمي، وهدي كتيجو. معقول هالشي؟ إلا فترة منيحة عايشة معنا ونحن ما كنا منعرف هالشي؟ وماما بتعرف إنه تيجو وأوفي بيكونوا بناتها، ومع هيك ما قالت لي هالشي. ليش ماما؟ ليش؟ أنا مبسوطة كتير اليوم لأني رح أعلن هلأ إنه خطبة بنتي تحددت مع ابن أستاذي ورفيقي ديكي، ابنه الأستاذ أرجون. بورفي، بورفي أنا. يلا سهري تعالوا معي مشان الخطبة. أنت خليت أختي تنطر فترة طويلة، هلا ما بقى حدا رح ينطر، يلا بسرعة. مبسوط؟ أوفي ليش؟ لك أنا كنت عم حاول دقلك لأحكي معك بموضوع من زمان، لك ليش عملتي هيك؟ انتي بابا؟ معلش بس ابني متفاجئ، لانه نحن كلنا بنعرف بقصة الخطبة الا هو. شو ابني عجبتك المفاجأة؟ بابا انا كنت حابب احكي معك. انا بعرف انه هالمفاجأة صدمة كبيرة لك. وهالمسكينة اوفي ما لها اي علاقة، هي وصلت على الهند امبارح وكانت حابة انه تفاجئك مفاجأة عادية، بس نحن فكرنا انه ليش ما بنساوي لكم خطبتكم.
طول الثلاث شهور الماضية وأنا ناطرك بكندا بس ما أجيت، وأنت مشغول كتير لدرجة أنه ما عندك وقت، وما نوشي منيح أبداً أنك تخلي بنت تستنى كتير مشان خطتها أرجوك. وبكل الأحوال أنا وعدت مازن وعيلته بهالشي، ولكن هون بابا بس حاول تفهمني شوي. أنا نحن آسفين كتير، ما كان لازم نخبي عنك هذا الموضوع، بس أوفي كان بدها تعمل لك إياها مفاجأة، لهيك نحن وقفنا معه وساعدناها وبس. أنت شو عم تقول؟ إيه بتعرف بكل شيء وخططت معنا كمان. وعلى كل حال الخطبة كانت رح تصير أكيد. لا بابا، أنا بابا بترجاك بتمنى ما يكون أرجون عم يحكي لهم قصتنا. ليك شو ما كان اللي بدك تقوله قوله بعدين، رفقتك موجودين هون والموظفين، خلينا ننهي الأمر. إذا خلصتوا حكي يا جماعة خلوني أخبركم كلكم إنه نحن أجينا لهون بس مشان خطبة أوفي وأرجون، أنتوا فيكم تروحوا بس أنا لا، يلا الناس ناطرين. معك حق، آسف يا جماعة لأني خليتكم تستنوا، بصراحة أنا انشغلت شوي بالحكي مع ابني، فينا نبلش لو سمحتوا. أنا كيف بدي أحكي بخصوص بورفي قدام هالعالم؟ أبي نزع كل شيء. وأوفي، أنا كمان لازم أفكر بأوفي، إذا عرفت أني بحب حدا تاني وقتها هي شو رح يصير فيها؟ أنا ما فيني يكون أناني، ما بقدر أعمل هيك. لوين رايحة؟ مو رايحة. إذا كنتي عم تفكري إنه تروحي إلغي كل شي من بالك، لأنه أنا ما رح أسمح لك تروحي. بورفي، اليوم خطبة أوفي مازن ديشموخ، يعني أختها لتيجو شبك، مو بتعتبريني مثل أختك؟ لهيك أوفي بتكون أختك كمان، اليوم كتير مميز عندها وهالمناسبة كبيرة لألنا اتنيناتنا. ما رح تروحي ولازم تيجي معي، يلا. لحظة، ليكو ما بطول ثانية، أوفي أنا شوي وبرجع لك، بابا شوي. طيب. أرجون، أنت عرفت السيد كامبل؟ هو الشخص اللي ساعدنا كتير بإنهاء صفقة النفط. مبروك أستاذ أرجون، شي حلو كتير إنه عيلتكم اتنيناتكم رح تجمعوا رابطة الزواج، والعلاقة بين الشركتين رح تكون رائعة جدا، وكمان رح تضل طول العمر، وبصراحة أنا بهنيكم من كل قلبي. شكرا. أستاذ كامبل، بتعرف إنه أحلى شيء بهي العلاقة إنه تحددت هون من أولادنا ورغبتهم حتى يكونوا مع بعض. كتير منيح. يلا جانو، أنا بظن إنه نحن لازم نروح، شوفي قديش في عالم جنبه لأوفي، هيك رح نتأخر بالرجعة. لا لا، ما رح شوفها هلأ لأوفي. إذا كان بدك بنادي لأوفي لتجي. لا أستاذ، هالشي مو ضروري، نحنا رح نستنى. لا جانا، هدول الناس بيشوفوها بعدين، بس انت بتكوني امها وانت اكتر حدا عنده حق. لا أستاذ، انا خسرت هالحق قبل 18 سنة، هلأ هالشي مو من حقي. هو بصراحة انا حبيت بهالمناسبة وقررت مع مازن انه امها لأوفي وستة يكونوا موجودين ويشوفوها ويفرحوا فيها. بالحقيقة نحن أهل البنت دائماً بنخاف إنه بنتنا مين رح تتزوج وإمتى،
وكيف بيت حماها رح يكونوا معها، ويا ترى هي رح تضل مبسوطة عندهم ولا لا. بس هلأ نحن مالنا خايفين على بنتنا أوفي أبدا، بالعكس مبسوطين كتير إنه بنتنا رح تصير كني ببيتك. عن جد أستاذ أنا كتير ارتحت وقت عرفت إنه أوفي رح تصير كني عندكم. أنا صار عندي كل الثقة إنه بنتي رح تكون مبسوطة كتير عندك ومرتاحة كمان. وغير هيك أرجون شاب بياخد العقل، بيرفع الراس ورح يخلي بنتي مبسوطة كتير. جانا لا تقلقي من هالناحية، بنتك رح تكون مرتاحة وبالا مرتاح، لا تحملي همها بشي. أنا بعرف أستاذ، ما في عندي أي شك بهذا الحكي. أنا رح شوف بقية الناس، بشوفكم بعدين. أنا بحبك بورفي، بحبك وبموت فيكي. وأنا كمان بحبك كتير. خطبة بنتي تحددت مع ابن أستاذي ورفيقي دي كي، الأستاذ أرجون. أنا بحبك بورفي، بحبك وبموت فيك. وأنا كمان بحبك كتير. إنه خطبة بنتي تحددت مع ابن أستاذي ورفيقي دي كي، ابنه الأستاذ أرجون. بورفي، بورفي، هاي أختي الحلوة أوفي. وأوفي هاي هي بورفي. هلا هي معنا أختي، بس هي مو أقل من أخت. وأخيرا قدرت أتعرف عليكي. صحيح أوفي، هذا الأستاذ تبعك، قصدي أنا آسفة، قصدي إنه أرجون. أرجون كان يزعجها كتير، كان يشغلها كل الوقت، والله تعبها كتير. مو غريبة بورفي تكون بتكرهه كتير لأرجون، مو هيك؟ تيجو انت بتعرفي لأرجون بيحب شغله كتير، وبتعرفي بسبب الشغل مو بس بينسى كل الناس اللي حواليه وبينساني انا. شو اعمل؟ بعرف انه بيحبني كتير، بس انا بحبه من لما كنا اولاد صغار. ليكي بدي اسألك سؤال بورفي، يعني كيف فيكي تحبي نفس الشخص طول هالسنين؟ ما مليتي؟ تيجو اسكتي بقى، لا تحكي هيك، قدري انه اليوم خطبتي. اسفة بعرف زودتها، بس انت عملتي شغلة منيحة بجيتك على الهند. ارجون شكله ابدا ما كان مفكر انه يرجع على كندا، وهو وقت راح من كندا وعدك وعد انه بده يرجع مشان يخطبك، بس هو شكله وقت اجى لهون قرر انه يخطب شغله اللي بيحبه. معلش مع هيك انا مبسوطة، والفضل كله لبابا وساعده كمان عمه، أصلاً كل الحفلة كانت فكرته. أنا كتير آسفة، يمكن أنا ذكرتك بشي حدا؟ لا، أصلاً أنا ما في حدا بحياتي. ولا يهمك، أكيد رح تلاقي حدا بيستاهلك مثلي أنا وخطيبي أرجون. مبروك. شكراً كتير إليك. أرجون أنا كتير مبسوط اليوم. شكراً. بس شبك؟ كأنك شكلك مزعوج؟ من فترة هيك حاسس إنه في شي شاغلك بالك. شو؟ اللي في شي؟ يا عمي لحظة أنا بس. خليك معي. من كندا. ألو، كنت على أساس أنت تتصل فيني وبعدين ضليت عم بستناك وما اتصلت فيني. خلص انسى القصة، طمني كيف الوضع عندك؟ كل شي تمام يا أمي. هذا كله من دعواتك لإلنا. استني لحظة احكي مع أوفي. أوفي
يلا أمي، هاي ستك. ألو ستي. بنتي شو كيف أخبارك؟ بتمنى لك كل الخير والسعادة بهالخطبة، وبتمنى لك حياة كلها حب وسعادة وتتهني كل عمرك. شكراً كتير ستي. قلبي مليان منك يا بنت. معقول خططتي لكل أمور خطبتك وجهزتيها بس ما خطر لك أبداً تخبري ستك إنه رح تنخطبي، ما هيك؟ ستي بصراحة كل شي بخص الخطبة صار بسرعة لدرجة إني ما لحقت أتخبر حدا، بس صدقيني ستي أنا مشتاقت لك كتير. كتير اشتقتي لي. ليك يا أرجون جنبك؟ أي ستي دقيقة أرجون، ستي بدها تحكي معك. ألو. ألو حبيبي، كيفك يا عمري؟ أهلين، أنا كتير منيح ستي. ليك ابني، إن شاء الله ألف مبروك على الخطبة، إيه؟ وبتمنى لك كل الحب وكل السعادة طول العمر أنت وحفيدتي. هات لشوف، احكي لي أرجون، مفاجأة أوفي عجبتك مو هيك؟ إيه؟ هاي المفاجأة حلوة كتير. بس معقول خططوا لكل شي وما خطر لكم إنه لازم تخبرونا إنه في خطبة يا ابني؟ ليك ابني جدة لخطيبتك، قاتل حاله مشان يحكي معكم ويبارك لكم، وأنا ما قدرت أجي على الهند من ورا راسه. خد ابني حكي. أي ستي بس بعدين. يعني كم مرة بدي أقول إنه كان رايح عن بالي، إنه ما خطر لي القصة كلها، ما بعرف إنه جواز سفري منتهية مدته. حتى لو عرفت شو كنت رح تساوي؟ وأنت دايما هيك، ما بتسأل عن أي شيء، قاعد مريح حالك. حدا جواز سفر وما بيستفقده؟ والله غريبة عجيبة. وانتي مو شاطرة غير تعيطي وتبهدلي، ما؟ ايه خلاص تركيني بحالي، انا بعرف زبط اموري لحالي. الو. انتي اهتمي بحالك وبس، يعني ما عليكي مني ولا من مشاكلي واغراضي. ايه ماشي اصطفل. الو الو ارجون. الو الو الو. ليش سكر؟ لانه شخص فهمان مو مثلك، بيعرف كثير منيح ان الواحد ما لازم يطول بالمكالمه، وخاصه اذا كانت المكالمه خارجيه. فهمت علي؟ امي انا كثير متلبكه. اوفي هي الخاله جانا يلي قاعده ببيتها، هي نفس المرأة يلي ساعدتك وقت كنتي بالمطار، ما وكمان لما كنتي مرضانة هي دارت بال عليكي. يا سلام يا أوفي، شو القصة؟ ذاكرتك صايرة قوية هلأ عن جد، أنتي أختي. خالة تيجي كل ما تحكي معي بتضل تحكي عنك شي ساعة على التليفون، وعلى كل حال أنا كتير مبسوطة أنك إجيتي على خطبتي. معقولة ما نجي؟ انت اجيتي لعندي وعزمتينا. لولا تيجو. اوفي تعرفي حبيبتي طالعة هلا احلى بنت بالعالم كله. الله يبعت لك ايام حلوة لانك بتستاهلي الخير. تعرفي كمان اوفي، طول ما في ناس كتار بهالدنيا عم يتمنوا لك السعادة ويتمنوا لك الخير، رح تكوني مبسوطة. الله يوفقك. ألف مبروك. تيجو لاحظتي مثلي؟ كأنه الخالة بكيت. أنا قصدي معقول أنا زعجتها بشي يعني؟ أوفي أنا كتير
كتير بحب هالشغلة يلي فيهم، قصدي هنن كتير بيعرفوا يحبوا وبيخلوا أي حدا غريب يصير كأنه منهم. غريب؟ انسي، يلا نروح. تعي جانو، شبكي انتي؟ معقولة تبكي بهالمناسبة الحلوة؟ أمي بنتي، انت شو حكيتي مع أوفي؟ أنا مو قلت لك إنه تكوني بعيدة عنهم؟ ساشين، شو هالطريقة البشعة هاي اللي عم تحكي فيها؟ أمي لا تهتمي بكلامك. لا 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 تهتمي. لا جانو، وبدي أحكي. نحن اليوم بهالمناسبة الحلوة، يا بتحكي منيح أو أنا اللي بدي أعلمك كيف بدك تحكي. أوفي، نادي للعائلة كلها، بدنا ناخد صورة. ايه مازن، أرجون، تعالوا لعندي. أخي تعال، بدنا ناخد صورة للعائلة وما حدا ناقصنا غير أنت. لا تواخذينا ولا يهمك. يلا صوري. لا أنا تيجو تذكرت شغلي بدي أعملها. ما فيك تتذكري ولا شي، بدك تجي معي. يلا تعي بسرعة. يلا لحظة خالتي، ستي، أنتو كمان تعالوا لو سمحتوا، بدنا نتصور بسرعة. يلا تيجو. يلا. لا بوربي راحت معصبة؟ كنت بعرف إنه بس تسمع بالموضوع رح تزعل كتير. جانو بس كان لازم يصير هالشي. ايه بعرف إنه رح يصير، بس القصة صارت فجأة لهيك خفت تزعل وتعصب. بوربي 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 بوربي، بس اسمعيني وقفي شوي، بس دقيقة لحظة اسمعيني. بوربي اسمعيني، بس اسمعيني، لا تحكي معي، بس لحظة عملك اسمعي. بوربي بوربي اسمعيني منيح. شو بدي اسمع؟ اللي شو ممكن انك تحكي؟ كل شيء انت حكيت لي اياه كان كذب، كله كذب، كل اللي حكيته كان كذب. انت قلت لي انه انت بتحبني كثير صح؟ كذب. بعدين قلت لي انه انت بدك تحكي مع ابوك بهذا الموضوع. كنت رح احكي لهذا اليوم، وانت كل شيء حكيت لي اياه كان كذب تحكي. وكمان فقهات خدعت. بوربي مو لازم ما تحكي شيء، الحقيقه هي انك هلا خطبت امي. لا اسمعيني، مو هيك. شو بدك تحكي؟ ما في فرق بينك وبين فيناي. بوربي ما في اي فرق. بوربي بوربي اسمعيني استني، ما في شيء من هاد. بوربي بوربي، لك انت عم تفهميني غلط. فهمك غلط، فهمتك صح لهاليوم وانا عم بفهمك غلط، بس انا اليوم فهمت كل شيء. انت تمنيت تروح على كندا مشان تخطبها لأوفي، بس ليش بوربي. ليش ارجون، ليش انت خدعتني هيك؟ بوربي وهالمسكينه اوفي، اوفي كمان هي بتحبك من 14 سنه، كمان انت خدعتها لها. ليش السبب؟ هو ليش؟ السبب انه انا بحبك انت. بس ارجون، لك انت مو خجلان تقول هالحكي؟ كيف بتقول هيك وخاتم الخطبه بايدك؟ هي هي الحقيقة بوربي. مو هي الحقيقة، الحقيقة هي انه انا كل الوقت عم اتعرض لإهاناتك. بوربي تعرضت للإهانة حتى بعد ما فسخت خطبتي من فيناي. بوربي ولا نسيت هذاك الفيديو اللي انتشر قدام الكل. بوربي واليوم كمان انت عم تهيني. مو صح مو صح. ولا كلمة
فورفي. ما قلت لحدا شيء ولا حتى لأمي، وإلا وين كنت بدي ودي وشي من نوعين؟ تأكدي أنا ما كنت رح أسمح يصير معك هيك. بورفي صدقيني عن جد، وسأب كلامي الخطبة وكل هاي الشغلات أوفي عملتها أنا ما كان عندي علم فيها. أنا عن جد كنت رايح أقول لأبي، بس شوفت عينك، كيف بدي أقلل من احترام أبي بهالحفلة؟ قليلي احترام؟ وشو مشان احترامي؟ ولا هالشي ما له أهمية عندك؟ أرجون أنا ضاعت كتير وما عاد أعرف مين الصح ومين الغلط فينا، بس هلأ الشي الوحيد اللي بعرفه إني ما عاد حاب يشوف وشك أبدا. بورفي بورفي اسمعيني، بورفي وقفي، بورفي وقفي واسمعيني شوي شو بدي أحكي. أرجون مو حاب اسمع ولا كلمة، بس اسمع مني شغلي وحدة، أنا هلأ رح روح وأنت إياك تلحقني، عم تفهم؟ لو سمحت أرجون عمل اللي بدي إياه. ليش ما بدك تسمعي؟ بورفي بورفي بورفي، أنت لازم تسمعيني شوي. أنا وياكي كان بيناتنا كل شي حلو يا أمي، وقديش كان نقرب وكنا نوثق ببعضنا كتير. تتذكري أمي؟ اليوم حاس الحب والثقة كلهم ضاعوا، هذا البيت فجأة ما عاد يخصني بلحظة، ضاع كل شي يا أمي، كله راح. سامحيني بنتي، بترجاكي، بعرف اني غلطت غلط كبير، بس بترجاكي سامحيني، بعرف اني جرحتك كتير لما خبيت عنك حقيقة انه تيجو بتكون بنتي، انا غلطت بعرف، بس لو سمحتي سامحيني، ما كان عندي اي نية سيئة من ورا تخبايتي عنك، بس خفت انه ممكن لما تعرفي تروحي تزلقي بالحكي وتقولي لتيجو كل الحقيقة، وقتها شو كان رح يصير بوضعي؟ كل شي كان رح ينتهي، ومع هيك بعرف قديش متشوقة لحتى تشوفي إخواتك وتتعرفي عليهم، بس والله كنت خايفة لأنه تيجو ما لازم تعرف أبداً إنه هي بتكون بنتي. تخيلي لو عرفت كان وقتها رح تصير مشكلة كبيرة بورفي، لهيك خبيت الموضوع عنك يا روحي. لا تزعلي، ليكي مو أنتي كان حلمك من طفولتك إنه أمك تعيش بسعادة هي وعيلتها، إن كان بقصد أو بالصدفة حلمك يا بورفي تحقق. ما بتصدقي يا بورفي شو كنت سعيدة، بس غلطي إنه ما دخلتك بالقصة من الأساس، بس ما كان عندي أي نية سيئة والله العظيم، هاي الحقيقة يا عمري، بترجاكي سامحيني بنتي. بورفي بنتي، أنا وأمك غلطنا، بس
نحن ما كان قصدنا أنه نجرحك ولا حتى نضايقك. ما فكرنا الحقيقة رح تنكشف بهالطريقة وتزعلي هيك. تعرفي أمي، مو زعلاني منك أبداً لأنه خبيتي عني كل هالشغلات، بس زعلاني أكتر لأنك طلعتي ما بتعتبريني بنتك. أمي شو قلتي؟ لأنه أنتي ما شاركتيني لا زعلك ولا حتى شو جنيتي؟ أنتي جنيتي بورفي؟ كيف فيك تفكري بهالطريقة؟ لك أنتي أهم شخص بحياتي وأنتي بتعرفي هالشي منيح. بورفي بنتي، والله ما رح سامح حالي على هالغلطة. لو سمحتي بنتي لا تجيبي سيرة هالحكي مرة ثانية على لساني. بنتي قولي لي شو فيه، في شي تاني ما؟ انتي شو مخبيه عني؟ بورفي قولي لي شو فيه، شو صاير معك؟ متأكدة إنه في شي تاني ما تخبي عني، احكي. في كتير شغلات بقلبي كنت بدي قلك ياها، بس للأسف ما عاد فيني أقولها. بنتك اللي مربيتيها ما فيها تخرب بيت بنتك التانية اللي هي بنتك الحقيقية كرمال أنانيتها. لو سمحتي سامحيني، مع أني بتمنى لو فيني خبرك إنه أنا وأرجون كنا منحب بعض. ألف مبروك أستاذ، خطتك كانت كتير ناجحة. خطتي؟ لا لا مازن، كان عمل جماعي. شو كان فيني أعمل لحالي؟ لولاكم كلياتكم ما كنت قدرت أعمل شيء. انبسطت لأنك خليت جانا تجي على الخطبة، مع أنه هي إجت كموظفة. المهم أنه شافت بنتها بهي الحفلة. أنا شفت حب كبير بعيونها، كانت أم فرحانة بخطبة بنتها، شي لطيف. إيه أستاذ، كان شي لطيف كتير. أنا كل شي عملته اليوم عملته على اعتبار إنه واجبي، بس يا أستاذ أنا بشوف. مازن أنا كم مرة قلت لك ما تناديني يا أستاذ، أنت هلأ فيك تناديني يا عم بنتي أو حماها لأوبي. مو مضبوط كلامي؟ صدقني صعبة، كنت عم بقول لك لسنين أستاذ، بس بكل الأحوال شكراً مازن، لأنك عطيتنا بنت محبوبة مثل أوفي. كمان شكراً إلك، وأنا حصلت على ابني منيح مثل أرجو. وأنا حصلت على هالشي. بابا كيف طالع اليوم؟ اللي مو حلو هالطوق؟ كيف طالعين علي؟ أنا لازم أشتري لأوفي الهدية اللي رح تحبها كثير، وأنا بعرفها بتحب الألماس. أنت لو سمحت قلي شو عجبك من بين هدول. نقي هذا عجبك. هاي هاي هاي، وأنا حبيت هذا الطوق أكتر شيء. اختيارك واختياري مثل بعض. شكراً عمو، عن جد كتير كتير حلو. لا لا بنتي، مو أنا اللي بستحق الشكر أبداً. هذا الشيء معناته إني لازم أشكر بابا. لا بنتي، أنا ما جبت هذا الطوق، على الأغلب يمكن حدا من الموظفين. بابا بس هذا الطوق كتير غالي، معقول في حدا بيجي وبيقدم هيك هدية لبنت مديره على خطبتها؟ أوفي لا تطلعي على قيمة الهدية، شوفي النوايا وبس، والأهم المشاعر. بس عمي كانت الحفلة كلها مفاجأة، يعني ما حدا بيعرف إني أنا جاي على الهند، ولا حدا بيعرف إنه كانت خطبتي. بعدين مين بيقدر يشتري هيك هدية غالية؟ بابا شو ما كان اللي بدك تقوله أو تحكيه بدي قلك شكراً بابا. تعرف هاي كانت أكتر هدية مميزة. شكراً كتير. أوفي كان معها، ليش موظف عادي يعطيها هيك هدية غالية؟ على أغلب هالشي لأنه جانا كانت بدها تعوض عن 18 سنة مرقوا. يمكن هي بتحس إنه ما عطتها الحب والحنان، وممكن إنه بدها تعوض عن هالذنب بتقديم هدية غالية وحلوة لبنتها، فاستخدمت المصاري لتعبر عن حبها. لا أستاذ، القصة ما لها هيك. ما أنا هيك؟ لكن كيف يعني؟ بالحقيقة أستاذ جانا لليوم
متعلقة عاطفيا لدرجة ببناتها. هي بتحب بناتها كتير. انت شو عم تقول مازن؟ انت قلت انه هي ما كانت تهتم بولادها ابدا وانه بس بدها مصاري. هي بدها المصاري ولا بدها البنات؟ شو رايك بهالشي انت؟ استاذ شو بدك تحكي؟ اللي عم تسمعه مازن والشي اللي فهمته بيكون هو قصدي. على كلين صار لازم روح، لازم روح على الفندق هلا وضب شنتيه كلهم. شنتيك؟ استاذ لوين رايح؟ نسيت خبركم بسبب تحضيرات الخطبه رايح على استراليا. الشغل اللي اجيت مشانه لهون كله خلاص، ما عدا شغل واحد ما خلاص. بالرغم من كل الجهود الكبيره انا ما قدرت امنع الطلاق بينك وبين جانا. بهالوقت الموضوع حساس، ما حدا بيقدر يلاقي حل غير انتو الاثنين. وكمان لما انتو بتقرروا رح تلاقوا الحل المناسب. أشنا كانت دايما تقلي انه البيت ما بصير بيت لحتى يصيروا الناس اللي عايشين فيه عايشين كعائلة وكل واحد مهتم بالتاني. بتمنى انه بيتك يرجع وترجعوا كعائلة مرة تانية، ورح تشوف وقتها انك حتصير احسن. مازن الحياة كتير قصيرة، الحزن لخسارة حدا بيخصك بيكون كتير عميق، وخاصة إذا كان غالي. قيم الغشاوة اللي حاطة عيونك، وإذا شايف إنه جانا محلة مثل ما كان وما في غيرها فهي لساتها عم تستناك. روح ورجع. بورفي 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 بس اسمعيني، وقفي شوي بس دقيقة لحظة اسمعيني. لا هادي اليوم وقتي كل شي حكيت لي اياك بس لحظة كمان فقهات خدعتني. بسبب الشغل مو بس بينسى كل الناس اللي حواليه وبينساني إلي كمان. شو بدي أعمل؟ بس بعرف بحبني كثير. شو بك بورفي؟ شو لسه ما نمتي؟ وأنا كمان مو جاييني نوم، رح أجي أقعد معك. أنا جاي بدي اسألك بورفي، انتي ليش تركتي الحفلة بكير؟ بتعرفي شو؟ اتسلينا وانبسطنا، كنت بتمنى انك تضلي. حتى انا اتصلت فيكي بس انتي ما رديتي، تعبت وانا دقلك، كان لازم تكوني هنيك. لانه بالحقيقة تيجوا تذكرت شوية شغل مهم، كنت حابة ضل معكم. احكيلي الحفلة كانت حلوة مو هيك؟ الحفلة؟ ايه؟ كانت كتير رائعة، ما كان في حدود لسعادة عروستنا اوفي. يمكن لأكثر من يوم وشهور، بصراحة لأكثر من سنة، ما رح أنساها قد ما كانت حلوة. أخيراً خطبتها لأوفي صارت. تعرفي هاي الخطبة كانوا رح يعملوها قبل كم شهر بس أرجون كان مشغول، بس منيح أنها تأجلت وأخيراً هي انخطبت. أنا كتير مبسوطة مشانها. قلك شغلة بورفي، أختي أوفي بتغار على أرجون بشكل كبير. تخيلي لو بنت بتمرق من جنبه، يا لطيف ما بتقدر تتحمل. بتصدقي إنه كانت تبعتلك جواسيس لحتى يراقبوكي؟ جواسيس يراقبوني؟ ايه كانت حاسة انه انتي وارجون. انا وارجون شو؟ تتذكري وقت اللي كنتي انتي وارجون بالشغل وتأخرتوا سوا؟ اوفي اتصلت بالصدفة ويومها انتي رديتي على اتصالها بدل ارجون. اسمع وصلها على بيتها وروح انت على بيتك. الو الو ارجون؟ لا الاستاذ ارجون ما هون. مين اللي عم يحكي طيب؟ أنا اسمي بورفي وأنا بشتغل بشركته. إيه بتذكر هاي القصة؟ إيه تذكرتي؟ أنتي رديتي عليها ومن وقت أختي وهي
كانت عم بتشك فيكي وبعتتني على مكتبك لراقبك. اجيتي على مكتبنا؟ بس أنا ما بتذكر هالشي. ايه وكيف بدك تتذكري؟ أنا كنت عاملة حالي رجال وإلي شوارب ومغيرة شكلي ووقتها ضربنا ببعض. معقول؟ هي أنت تيجو؟ ايه كنت أنا وكيلة التأمين، وأنا أجيت بمهمة مخصوص من أختي أوفي مشان أعرف عنك وعن أرجون شو عم بصير بالضبط بيناتكن. بس بعد الروحة عرفت أنك بتكرهي لأرجون. ايه بورفي؟ شبك شردتي؟ ليش هيك تشنجتي كأنه في شي بينك وبين أرجون؟ قلك شغلة بورفي؟ هاي الشغلات تبع الحب صعب اني استوعبها، انا ما بتمرق على راسي، بس لما بشوفها كيف عم تتصرف ومهتمة بحس انه في شي حلو بهالحب، قصدي انه هذا الحب كتير حقيقي. اختي أوفي بتحبه لأرجون حب كبير. بابا بابا أنا بدي أحكي معك بشي ضروري. أحكي. بابا لازم تفهمني، أنا ما فيني أعمل هالشي. شو اللي ما فيك تعمله؟ أحكي خلصني شو فيه. الزواج بابا، قصدي زواجي من أوفي بابا، أنا ما فيني كمل. شو؟ خطبتك صارت اليوم وانت عم تقلي؟ ايه بابا، بس صارت بدون ما حدا يسألني. يعني شو بتحب اتحمل كل شي اللي عم يصير ضدي وانا ساكت؟ بابا انا كنت عم حاول قلك هذا الشي بس ما عم بقدر، يعني ما عم بقدر كفي ابي انا. بس ليش؟ ليش ما انك حابب تتزوجها؟ السبب انه انا بحب بنت تانية، هذا السبب. بابا عن جد أنا آسف بابا، يعني بعرف إنه كان لازم أقول هالحكي قبل ووضح كل شي، بس بيكفي. أنا أنت عارفان حالك شو عم تقول هلا؟ شفت بعيونك إنه كان في ناس كتير هنيك، أنا قلت قدامهم كلياتهم إنه ابني رح يخطب بنت رفيقي مازن وباركولي. بابا أنت اللي قلت، بس ما سألتني شو هو رأيي. أنت قلت لي إنه رح تنعمل خطبتي، في شي حدا قال لي؟ أنتوا ما تركتوا لي أي مجال لأعمل أي شي. نحن ما عطيناك وقت لتعمل شي، أنت جنيت؟ تربطنا علاقة سنين مع عائلة مازن وانت بتعرف مو هيك؟ بتعرف شو رح يصير هلأ بسبب هذا القرار؟ بابا أنا بعرف منيح وبعرف شو عم تفكر. لا لا كمان لا 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 لا، ما بظن انك فهمان شي أبدا. مين هي البنت؟ انت بتعرفها بابا؟ أنا بعرفها؟ طيب شو اسمها؟ بورفي. بورفي نفس البنت الموظفة عندك؟ ايه بابا. يا ربي هاي بنت مازن وجانا، شو يلي عملته هلا؟ عم تخرب سعادة بنت منهم وتقدمها للبنت التانية؟ انت مفكر انه هي لعبة؟ لا ابدا، هي مانا لعبة. انت عم تلعب بمشاعر. انا ما عم بلعب بمشاعر حدا ابدا. انت مانك منتبه على الشي اللي عم تعمله. انا منتبه، بس انت مو منتبه وما حدا منتبه وما حدا فهمان علي، ما حدا مستعد يسمع كلامي. لو كان بدي كنت بقول هالحكي قدام الكل بالخطبة. شو كان صار؟ اللي شو كان صار وقتها؟ هي الشغلة لها علاقة بهيبتي. انا بعرف هالشي، بعرف انت راعيت أوفي وهي أوفي كانت تحطمت. بابا اطلع علي، انا بحاجتك هلا. كنت بتمنى لو كانت ماما معي، بتمنى لو انه هي معنا، بتمنى تسمعني. بس حاول تساعدني كمان لو سمحت، ساعدني يا بابا.
يمكن معك حق. تعرف شو؟ أمك كانت دائماً تقول إنه إذا بتحب حدا لازم يكون هالشخص شريك حياتك، لأنه هذا الشيء بيجيب الأنصاف لهي العلاقة. اللي كيف بابا؟ أنا ما عم بفهم شيء. ولا حتى أنا ما عم بفهم شيء. على كل حال، أنا بعد ما أرجع من أستراليا بحكي مع مازن بالقصة. لا تعمل شيء لحتى أرجع. إيه؟ وين راح الجريدة اليوم؟ سوديب؟ أخذت الجريدة؟ أعطيني إياها. آسف مازن، بس إيه خلص أنا بعرف الجريدة ما وصلت على بيتك. لا ما وصلت. صح؟ مو مشكلة. تفضلتي؟ جانا ليلي، شو في مناسبة لحتى عم توزع الحلو؟ قالتي هي أحلى مناسبة بالدنيا، بنتي أوفي انخطبت مبارح، كيلي هي. أيوة انبسط لأنك خليت جانا تجي على الخطبة، مع أنه هي إجت كموظفة. المهم أنه شافت بنتها بهي الحفلة. أنا شفت حب كبير بعيونها. ألف مبروك لبنتك. شكراً. جانا، بتعرفي الهدية اللي قدمتيها لأوفي؟ أوفي حبيت الهدية اللي جبت لها إياها؟ إيه أوفي حبيتها كتير. عن جد؟ هالشي كتير منيح. على القليلة أوفي عجبتها هديتي مازن. حفلة الخطبة كانت كتير حلوة، وأنا من هلأ بلشت أحلم بالزواج. بس في كتير مسؤوليات لازم تنعمل وفي التحضيرات، بس لا تشغل بالك مازن، أنا وياك رح نحل كل شي مع بعض. بس ما قلت لي إمتى تحدد موعد الزواج؟ جانا، لسه ما حددنا أي تاريخ للزواج، بس الزواج من بعد 4 شهور. 4 شهور؟ إيه بس رح نحتاج وقت كتير بما أنه لازم نعمل تحضيرات. بس يا مازن، بعد 4 شهور طلاقنا رح يصير. لا تعمل هيك مازن، مازن لا تحرمني من هالفرحة. لو سمحت خلي زواج أوفي يصير قدام عيوني، بترجاك. أنا بصعوبة حصلت على هاي السعادة، لا تأخذها مني بهي الطريقة. عم أطلب منك هالشي، لو سمحت مازن. جانا، أنا فيني أفهم مشاعرك، بس هذا الشي مو ممكن. ليش مو ممكن مازن؟ ليش عم تقول هيك؟ أنت عزمتني على خطبة أوفي وأنا رحت لهنيك كموظفة مو كأم. لكان ليش هلأ ما فيني أحضر زواج بنتي؟ حتى لو علاقة الزواج رح تنتهي بيناتنا، بس رح يضل في علاقة الموظف ومديره. مازن، بتمنى أنه ما تفصلني من الوظيفة. أكيد ما رح أعمل. أنت بس لازم تقرر تعمل عرس أوفي قدام عيوني، بترجاك. لو سمحت مازن، تعمل عرس أوفي قبل طلاقنا. أنا بوعدك إني رح أعمل مثل ما بتقلي، وما رح أغلط بشي. رح أشتغل ورح أتعامل مع الضيوف وتابع كل الشغل. أنت لا ينشغل بالك على شي أبداً، أنا بوعدك. إذا بدك ما رح أقرب على أوفي وما رح حاكيها ولا كلمة، بس بترجاك عرسة لازم يصير قدام عيوني مازن. أنا لهلأ خسرت كتير شغلات بحياتي. لما رحت على خطبتها حسيت إنه بنتي كبرت بسرعة. بنتي الصغيرة كبرت وانخطبت كمان. ما بعرف كيف مر الوقت، كنا نحن اللي عم نطعميها الأكل. كنت لبسها ثيابها بإيدي وحممها وغطيها ونيمها، كنت اهتم فيها. وهلأ ما عم أقدر بعيد عنها، خصوصاً بيوم عرسها. بس هي راحت على كندا، وهلأ أنا شفتها بعد 18 سنة مازن لما صارت خطبتها. بتمنى ما أخسر هالشي، بترجاك لحظات السعادة رجعت لحياتي بعد فترة طويلة. بس بدي أطلب منك أنه تخلي عرس أوفي يصير قدام عيوني مازن، لو سمحت. بترجاك
لا تاخذ هالحق مني لو سمحت. عم بترجاك ما ترفض لي بس هالطلب مازن. انا ما رح اخذ منك هذا الحق، بس ما رح تضلي بحياتي بعد 4 شهور جانا. اذا فعلا حبيتيني بس مره كرمال محبتك، انا بطلب منك هالطلب. بعد هالسنين بترجاكي اعطي ماما فرصه انه ترجع لبابا، بترجاكي خلي ابي يطلع من هالعلاقه. على الاغلب انا حطيتك بورطه. انا رح اعزمك بصفتك موظفه عندي بالشركه، لاني بعرف انك بعيده عن بناتك لمده 18 سنه واكيد تعذبت كثير. شكرا مازن، شكرا. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.